تريد تنشئ عداد بهذا الشكل أو بهذا الشكل؟ تأكد من مشاهدة الفيديو للكامل عشان تتعلم الطريقة وتتفادى أي أخطاء محتملة ما ذكروها أصحاب القنوات الأخرى. بداية خلنا نسحب Fusion Composition على التايملاين، تقدر تكتب هنا أو من الإفكت وتسحب على التايملاين حقك. الحين بالزر الفار اليمين وتضغط على Open in Fusion Page على صفحة الفيوجن. الحين تسحب تروح للتكست وتسحب وتوصله بالميديا أوت. الحين تروح فوق هنا وتضغط بزر الفار اليمين، تروح إلى Edit Control، تطلع عندك هذه النافذة، تقدر تسمي هذا، تقدر تحط أي اسم يناسب العداد اللي تبغاه الكاونتر. بكتب عداد باللغة العربية، بس خير في بالك هذه خانة مهمة لازم تكتب فيها كاونتر لأنها فيكست. راح أكتب الحين كاونتر. لو لاحظت لما كتبت كاونتر هنا غير شوية، خلينا أعدل مرة ثانية. هنا عداد، الحين التايب نبه نمبر، وننزل في البيج تضغط تكست لأن هنا بيكون العدد. أنت تبغى تحط العدد هنا، خلينا نعد من 0 إلى 10 مليون. خلينا أسحب هذه شوية عشان تكون واضحة النافذة إلك. 10 مليون، أوكي. وتحط الانبوت سلايدر وحط انتجر عشان يكون هنا الأعداد الكاملة. تتأكد أن بس الانيميتبل، شيل الصح من الباسف، ضغط الباسف تلقائي لأنه شو اسمه غير من نفسه لما سوينا العداد. فالحين نضغط اوكي. لما تنزل تحت هنا شوية شوف هذا الاسم اللي سميناه من قبل، شوف الى 10 مليون. المهم الحين تروح الى مربع النص، تضغط بزر الفار اليمين وتنزل الى expression. في هذه الخانة راح نكتب ID العداد اللي ظهر لنا في النيو كنترول اللي ظهر لنا سابقا. لازم تكون منتبه الكاونتر case sensitive. الحين نبغى هذا نسوي له key frame على التايملاين حقنا، تتأكد ان المؤشر حقك في بداية التايملاين، تسوي key frame هنا، تسحب الى نهاية المقطع واللي هو 119 وتسحب هذا هنا، وبكذا انشأنا الكي فريم. بس باقي نسوي انيميشن اليها عشان تتأكد هذا الرقم صحيح كامل، وبكذا انشأنا رقم عادي كامل من دون اي فواصل الى حد الان. راح اسوي بعض التعديلات البسيطة كتغيير الخط واكبر الخط شوية. وهذا الحين القسم الاول في كيف تسوي عداد بالأرقام الصحيحة ومن دون فواصل. والحين بعد ما عرفت كيف أسوي التعداد الرقمي، راح نضيف فواصل ونقط وأيضا كتابات على تعدادنا. تقدر تحط الكتابة أو أي شيء تكتب أو أي كلمة تبى تحطها تكون قبل للآي دي واللي هي مسمية كاونتر، علامتين تنصيص وتكتب فيها أي شيء تبغى. خلينا أحط الحين العملة القطرية QAR، ولازم تتأكد بين علامتين التنصيص وبين الكاونتر نقطتين ولا ما راح يشتغل. وبكذا حطينا العملة القطرية وصار يحسب لنا 10 مليون ريال قطري. والحين نحط الفواصل في رقمنا الصحيح الكامل. لهذا الشيء نحتاج نكتب معادلتنا ونبدأ بكتابة string sub، ولأن العدد حقي وهو 10 مليون يتكون من 8 أرقام، تحتاج تكتب المعادلة في الخانة بهذا الترتيب. مثل ما قلت الاي دي واللي هو الكاونتر ثابت وكيس سنسيتيف. مثل ما تشوف هنا عددنا يشتغل على كامل التايم لاين في المقطع، بس في عندنا مشكلة نوعا ما واللي هي الفواصل ما يطلعوا في الوقت المناسب والمكان المناسب. ما نبغى الفواصل هذه تطلع قبل لا تطلع الأرقام. عشان نحل هذه المشكلة ونخلي الفواصل يظهروا أثناء ظهور الرقم اللي بعدهم، راح نستخدم أداة Write On. الحين تأكد أن المؤشر في البداية وتسوي Keyframe، ثم لما تسوي Keyframe تسحب هنا إلين تشوف الفاصلتين راحوا تماما.
هنا تقريبا الحين 3.4، فالحين تحاول تسحب زي ما تشوف 84. طول مقطع الفيوجن اللي عندي قصير نوعا ما، فلما اتحرك فريم فريم يصير لي نقطة كبيرة في العدد. اللي بسويه اني اكتب الرقم بالفاصلة 0.3. طبعا مو لازم تسوي مثلي. فالحين نكمل هذا، الحين نسحب الرايت اون شوية على جهة اليسار عشان نشوف الرقمين اللي بعد الفاصلة كذا. زين اوكي، بكمل الحين شوية ايضا كده، كويس يبدو كويس الحين لحد الحين. او الحين ابتداء من هنا، الحين هذا نبقى نحط نكمل نشيل الفاصلة. الحين هنا نبغى نظهر هذا الرقم، فنكمل اخر شي خلاص. والحين بعد ما عدلنا في الرايت اون صارت الفواصل الرقمية تظهر في الوقت المناسب الى 10 مليون. تمام. والحين الخطوة الأخيرة عشان نضيف النقطة حقة الهلالات، خليني أبدل هذه المعادلة بالمعادلة اللي راح أضيفها عشان أضيف نقطة الهلالات، وراح أكتبها على الشاشة عشان تكون واضحة لكم. هذه الخطوة الأولى. الحين نروح تحت، وهذا نضيف عليه صفرين الهلالات كذا زي ما تشوف، صار عندنا 10 مليون والنقطة مع صفرين الهلالات. آمل أنك تعلمت شيء أو شيئين من درس اليوم. إذا ما عرفت كيف تنشئ عدادك من بعد مشاهدة هذا الفيديو، لا بأس شاهد الفيديو مرة أخرى، مو كل الناس تتعلم من أول مرة.